الأحكام التي تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول ما كان بوحي من الله تعالى، فالرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم يشرع الأحكام من الله بالوحي، فتارة يسأل عن شيء فيتوقف فينزل الوحي. ولهذا جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة، هل تكفر كل شيء؟ قال نعم. فلما ولى دعاه فقال إلا الدين، أخبرني جبريل بذلك آنفا. ثانيا من الأحكام التي يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان باجتهاد منه، ما كان باجتهاد منه، وهذا قد يقر وقد لا يقر، فقد يقره الله عز وجل على هذا الحكم أو هذا الاجتهاد وقد لا يقره. فمما لم يقره الله عز وجل كما في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى غير ذلك.